زين طلاب، نحل أمثلة. Water flow in pipe with diameter 250 عندي diameter، هذا diameter. If the friction factor is 0.03 مطين الاف احنا هنا. And the shear stress at 75 millimeter from wall، يعني شنو يعني واي is 14 نيوتن. ف ايش قد الدايمتر 250؟ R يساوي R زائد Y، فال R 125 هو ايش قد مطيني 75 ملم، R زائد 75 ملم. اذا small R ايش تساوي؟ 125 ناقص 75، ف R تساوي 50 مليمتر. فتاو آت 50 شقد؟ 14. زين calculate the flow rate of the pipe، ديريد شنو؟ Q، ديريد Q. زين اول شغلة ريد Q. Q من تجي من ال Q تساوي VA، فالV من دي طلع هذا يطلعها من هذا، اذا ديريد تاو نوت. زين اذا اول شغله ايش حيشتغل؟ حي يعدل القيمه مال تاو مالته، فتاو نوت على تاو يساوي كابيتال ار على ار، ده يعدل قيمه التاو. التاو نوت ايش تساوي؟ تاو عد على اي منطقه في كابيتال ار على سمول ار، فتاو على الخمسين هات 50 في كابيتال ار بوينت 125 على السمول ار 0.05، فتاو نوت صارت 35. شوف الطلاب على مود يكون الحل صح او غلط. 35 عند الجدار، هنا انا عد عد ال 50 او عد ال 75 من الجدار صار 14 قل. ليش؟ لان احنا التاو مالتنا هيجي هيجي عكس، فعد الجدار ماكسيموم صار 35، عد ال 75 صار 14. فدائما عد الجدار اعلى شيء، واضح؟ زين هنا انا عندي قانون ال V star. V star يساوي جذر تاو نوت على الرو، ويساوي V جذر F على 8. زين تاو نوت طلعتها، رو عندي ال F عندي، اقدر اطلع ال V. هسه اطبق جذر تاو نوت 35، الرو الف، ال V مجهولة، الاف جذر 0.03 على 8، اذا هذه اقدر اطلعها 3.055 متر سكند. اذا كيو في الاي 3 في باي دي سكوير على 4، طلعت عندي الكيو متر مكعب بير سكند. اوكي سهل هذا السؤال. زين ناخذ مثال ثاني. ووتر فلو ان سموث بايب، هذا شرط سموث بايب with 250 ملم diameter and flow rate 1.25 شو يسموها لتر بير سكند. What is the head loss ديريد ال HF for 350 متر pipe long L اذا ال viscosity 1.3؟ زين اول شيء خل اطلع شنو ال ايش تريد ال HF. HF قانونه شنو؟ هذا FL over D V سكوير على 2G. زين ال L عندي، ال D عندي، ال V ما عندي، وال F ما عندي. زين ال F لازم اطلع رينولد، لازم اطلع رينولد. زين رينولد في دي اوفر نيو، الفي ما عندي، عندي الكيو، اذا اكتب رينولد بدلالة الكيو، 4 كيو على باي دي نيو، 4 كيو 1.25 × 10⁻³ على باي في الدي 0.25 في 1.3 × 10⁻³. رينولد ايش قد طلعت؟ طلعت عندي 4800، اكبر من 4000، أكبر من 4000 وأقل من 100 ألف. إذا وسموث بايب، إذا تيربننت
وسبوث باي، اذا اقدر اطلعها بهذه المعادله اف بوينت 316 على رينولدز ربع. ف اف بوينت 316 على رينولدز قد 4897 اس ربع، طلع عندي بوينت او 3. زين هسه ارجع لمعادلتي هاي اتش اف. اف عندي ال عندي 350، الدي 250، الفي ما عندي، تعال طلعها بالكيو بالفي، او احفظ هذه المعادلة اتش اف 8 اف ال كيو سكوير على جي باي سكوير دي اس 5، او اقدر اقول اف ال كيو سكوير على 12.1 دي اس 5. يا هو اسهل لك جربها، فهي تطلع نفس النتيجة. اذا طلعت ال اتش اف 1.67 في 10 ناقص 3 متر، يعني 1.76 مليمتر. واضح طلاب؟ تطبيق مباشر ونحلها. زين يقول لك مثال سوي لي the same example but D 650، نفس المثال بس سوي لي دي 650. هاي هوم ورك طلاب، اريد تجمعوا لي اياها وتدزوا لي اياها على مود تعتبر هم يعني فد واجب لكم، فد تقرير نعتبره يعني فشي اوكي اهتموا بيه. اوكي وشكرا للاصدقاء.